إذا بات العبد طاهرا متوضي توضأ ونام على شقه الأيمن وأتى بالأوراد وقرأ آية الكرسي جعل الله له ملكا يبات معه يبات معه الملك. لا ومو بس يبات معك، أنت ممكن تنام كم؟ 4 ساعات 5 ساعات، إذا طال الليل ممكن تنام 6 ساعات صح؟ إذا كنت مسافر ويسر الله لك الجمع والقصر ممكن تنام 8 ساعات صح؟ تخيل نمت على اليمين توضأت قرأت آية الكرسي جعل الله لك ملك، مو بس كذا يدعو لك اللهم اغفر لعبدك فإنه بأت طاهرا. كم ساعة؟ يتحسب دعوة واحدة؟ هو قاعد يستمر في الدعاء. وإذا صلى العبد فانتظر الصلاة، صليت المغرب قلت قهوة أم فلان اليوم ما بيها، أنا مع ربي اليوم حتى يؤذن العشاء وصلي العشاء وطلع الساعة هذه ولا 45 دقيقة لك ملك على رأسك يدعي لك اللهم اغفر له اللهم ارحمه. تقدر تجيب لك واحد تعطيه دراهم وتقول له ادعي على رأسي 45 دقيقة بس اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ارحمه على رأسك. فهذا وإن طال بنا المقام والله مختصر، ولا هذا ركن عظيم من أركان الإيمان التي بالقلب.